chapter 7 هو ال second order system. نفس الشابتر اللي قبل، نفس chapter 5، لكن ايش اللي بفرق انه الجنرال equations اللي راح اوصلها بعد ما اعمل modeling هي اللي راح تفرق. من اسمه second order system فاكيد راح تنتج انا في عندي differential equations second order، يعني هاي راح تطلع في عندي general equations راح تنتج عندي بعد ما انا اعمل modeling، راح تكون ايش second order. اكيد راح تطلع ما انا في عندي دي سكوير الواي اوفر دي تي، اكيد راح يكون في عندي بنفس الوقت في عندي فيرست اوردر، في عندي الاوتبوت وانا في عندي الانبوت. هلا السكند اوردر انا ممكن ينتج عندي من ثلاث انواع، يعني له ثلاث انواع او ثلاث اشكال حتى ينتج في عندي سكند اوردر سيستم. هلا اول نوع انه هو ايش ممكن يكون عباره عن تو فيرست اوردر سيستم ان سيريز، يعني انا في عندي سيستم فيرست اوردر ربطته مع سيستم فيرست اوردر زي شابتر 6 يوم كنا ناخذ سيستمز ان سيريز، وعرفنا انه الترانسفير فانكشن الاوفر اول بيكون هو عباره عن مضروب لكل ترانسفير فانكشن لكل سيستم موجود عندي، فراح يطلع في عندي الناتج النهائي سكند اوردر اذا كان في عندي 2، اذا كان اكثر راح يفرق. النوع الثاني هو ممكن ايش يكون سنجل بروسيس، بروسيس عاديه هي اصلا سكند اوردر، انا بعد ما انا عملت الديفرنشال ايكويشنز نتجت عندي هاي فهي اصلا سكند اوردر لحالها. النوع الثالث اللي هو ايش فيرست اوردر مع كنترولر، الكنترولر راح ناخده بشابتر 8 بشكل اكبر وبشابتر 9، فراح نعرف كيف انه اذا كان انا في عندي كنترولر كيف راح انا اعامله كانه سيستم فيرست اوردر واضيفه للسيستم او البروسيس اللي هي موجوده عندي اصلا. اهم اكزامبل على السكند اوردر سيستمز هو ايش المانوميتر، احنا بنعرف انه المانوميتر هو عباره عن جهاز لقياس البريشر اعتمادا على الديفرنس بالليفل، انا بكون في عندي انبوبان مربوطات ببعض فاعتمادا على فرق الليفل بيناتهم بكون الاثنين مفتوحين بقيس البريشر. هلا اذا انا بدي انا اشتق هذا السيستم واشوف ايش راح ينتج انا في عندي بعد ما انا اشتق المعادله اعتمادا على برنولي ايكويشنز، راح ينتج ايش في عندي هاي المعادله. هلا هاي المعادله ال اللي هي اللينث كامل، الجي اللي هي الاكسلريشنز، الاتش اللي هو الليفل اللي صار فيه ديفرنس، وباقي الترانسفير فانكشنز الموجوده، والدلتا بي اللي هو ايش الديفرنس بالبريشر. هلا الستاندردز فورم لاي سكند اوردر سيستم هي بتمثل بهذا الشكل اللي هي تاو سكوير دي واي سكوير اوفر دي تي زائد تو تاو زيتا او زي حسب ايش راح انه بتسموها انتو، او دي واي اوفر دي تي زائد واي تساوي اكس اوف تي. هلا في عندي بارامترز اثنين جداد لهم علاقه بس بالسكند اوردر، ما راح اشوفهم اي سيستم ثاني، اللي هم اول شيء التاو شفناه احنا بالفيرست اوردر اللي هو كانت تايم كونستانت، وفي عندي الزيتا اللي هي ايش الدامبينج كوفيشنت اللي بتعبر لي كيف السكند اوردر سيستم انا كيف لما ارسمه كيف ممكن يعمل لي دامبينج للالتيميت فاليو. هلا اعتمادا على هاي المعادله الموجوده انا لما اعملها لابلاس بعدين لابلاس انفرس زي ما كنا نعمل قبل راح يطلع في عندي الترانسفير فانكشن بهاي الطريقه، الاوتبوت على الانبوت راح يعطيني هذا الشكل. ننتبه على هاي الواحد وهاي الواحد، هاي الواحد لها علاقة بالجين، إذا كانت واحد فهم من نفس النوع، مش واحد هو مش من نفس النوع، وفي عند هاي الواحد لازم لازم هاي دائما تكون واحد. شو ما يكون السؤال بتحاول أخلي دائما بلس وان، لازم تكون هي من الستاندرد فورم لازم تكون موجودة. هلأ لما حسب الترانسفير فانكشن اللي نتج عندي حسب الجنرال فورم الموجودة عندي لو بدي أقارنها بمعادلة المانوميتر رح تطلع في عندي إيش تاو سكوير هي ايش عبارة عن 2L over 3G، فانا بطلع منها قيمة تاو، وكمان ايش ممكن من 2 تاو زيتا اللي مع الفيرست اوردر اطلع منها ايش قيمة زيتا لوحدها. هلا لو نلاحظ انه قيمة زيتا وتاو هم دايما بوزيتيف لانه ايش داخلهم اللينث، اللينث دايما بوزيتيف، الجي دايما بوزيتيف، الفيسكوسيتي دايما بوزيتيف، والدنسيتي والديامتر كل هدول البارامترز دايما بوزيتيف، فبالتالي اكيد راح تطلع هم في عندي بوزيتيف. ولازم اعرف انه الانبوت هو عباره عن التغير بالبريشر، اكيد حسب تعريف المانوميتر انه اعتمادا على تغير البريشر بتغير في عندي الليفل اللي هو الاوتبوت. هلا لو انا بدي افرض انه في عندي ستيب فانكشن عشان اقدر اعرف شو الروتس زي ما كنا بالفيرست اوردر، بنفرض انه في عندي ستيب فانكشن عادي تغير بالبريشر بمقدار واحد، الستيب فانكشن اعطاني 1 اوفر اس، لما اعوضه بالاوتبوت رح يعطيني هاي الصوره، اوجد لها لابلاس انفرس طبعا شوي رح تكون صعبه ببارشل فراكشن، بعدين لحتى اطلع الروتس لما بدي اطلع الروتس رح يطلع في عندي الروتس بهاي الطريقه ماينس زيتا اوفر تاو بلس ماينس للجذر ايش زيتا سكوير ماينس 1 على تاو. هلا
كلهم ما في عندي مشكلة فيهم، ما حنحكي انه زيت بوزيتيف والتاو بوزيتيف ما في عندي مشكلة، المشكلة وين حتكون؟ بالجذر، لأن ما بدي جذر سالب. هلا في عندي 3 كاسز انا ممكن انه ينتجوا عندي. الكاس الاولى اذا كانت زيتها less than one يعني اقل من واحد، اقل من واحد فاكيد راح يطلع في عندي جذر سالب. جذر سالب معناها كومبلكس، شيء غير موجود، كومبلكس روت. هلا حاله الكومبلكس روت بسميها اندر دامبنج او بسميها اوسيليتوري، يعني انا راح يطلع في عندي اوسيليشن فانكشن، يعني فانكشن ايش؟ ساينوسويدال، ما راح يطلع في عندي اكسبوننشال عادي، راح يكون في عندي تموجات. ولما اطلع اللابلاس انفرس راح يطلع في عندي هذا الواي اوف تي الاوتبوت فانكشن. هلا الكاس الثاني انه تكون زيتها مور ذان وان اكبر من واحد، هون ما بيكون في عندي مشكله، بطلع الجذر موجب، فهي ريال روت يعني رقم عادي طبيعي. بهاي الحاله بسميها اوفر دامبنج، ما بيكون في عندي اوسيليتوري، بيكون عادي اكسبوننشال عادي بس ما بيشبه الفيرست اوردر. فهو ايش بيكون بهاي العلاقه؟ هاي في عندي هاي الاكسبوننشال بس اكيد في عندي ساينوسويدال، هم ايش بس بخلوا الالتيميت يتغير ما يصير بشبه الفيرست اوردر. هلا الكاس الثالثة اللي هي ايش؟ انه تكون زيتها تساوي واحد، لما تكون زيتها تساوي واحد انا صفرت فانا لغيت هاد، طال في عندي بس ماينس زيت اوفر تاو، فانا شوفي عندي ريبيتد رود انه الصفران الموجودات عندي لهم نفس القيمة، هاي بسميها كريتيكال دامبنج، بتكون اكسبوننشالي بتشبه الفيرست اوردر، بتكون بهاي الطريقة بس اكيد بتغير معين. هلا لو بدي انا اشوف كيف راح يمشي كل ريسبونس حسب الرولز الموجودة عندي، هلا اذا كان اقل من واحد فصافي عندي دامبنج، هاي معنى دامبنج معناه انه هو ايش ارتفع عن الالتيميت فاليو اللي هو المفروض يوصل لها ومشى بهاي الطريقة، صح اوسيليشن صح كان بشبه الساينوسويدال بس مش ساينوسويدال طبيعي. هلا لما تكون زيتها تساوي واحد هو بيكون كريتيكال، ان هو تقريبا مش بشبه الاكسبوننشال العادي، اخر اشي بوصل للالتيميت فاليو. لما يكون اكبر من واحد فهو ايش؟ اكسبوننشال، لكن ايش؟ بده وقت طويل حتى يوصل للالتيميت فاليو، ممكن ما يوصلها، صح اكسبوننشال بس اكسبوننشال بشكل بطيء. هلا لو نرجع ناخذ قيمه تاو زيتا راح نشوف انه هاي البارامترز ما بتعتمد على السيستم نفسه، على الريسبونس انه انا مثلا اخذت ستيب فانكشن او ما اخذت ستيب فانكشن او نوع السيستم نفسه، هي بتعتمد على الفيزيكال بروبرتيز، يعني فيها دنسيتي، فيها فيسكوسيتي، فيها لينث، فيها الجيل اكسلريشن، فهي ما بتعتمد كثير على السيستم، فهي قيمها ثابته بتكون اطول السيستم. لكن الاشي الوحيد اللي ممكن يتغير في عندي حسب السيستم او اقدر اغير فيه هو ايش؟ الديامتر، وهو ايش بس بياثر بزيتها، فتاو هي ثابته لكل السيستم، فانا ممكن اغير الديامتر فيعطيني تغير بزيتها. بنشوف ان العلاقة عكسية، واضح هذا الاشي، فانا كل ما زدت الديامتر انا قاعد بقلل زيتها، فانا قاعد بغير الريسبونس كامل عندي. هلا حسب الرسم اللي شفناها راح نشوف انه زيتها بتأثر على الريسبونس، كل ما زادت زيتها بصير الريسبونس ابطأ، بصير بده وقت اطول حتى يوصل للالتيميتس فاليو، فافضل قيم انه يكون اقل من واحد مباشرة وصل للالتيميتس فاليو. فاذا كان اوسيليشنز بيكون هذا افضل قيمه، لكن اذا ما كان اوسيليشن افضل انه يكون ايش؟ كريتيكال دامبنج، لانه ايش بوصل اسرع من لما انه يكون اوفر دامبنج. فهي هي الملاحظه انه كل ما كان زيت اكبر معناها بيكون سلو ريسبونس، معناها بدي مور دان تايم، اذا كان دان اوسيليشنز بيكون افضل ايش انه يكون كريتيكال لانه هو ايش بيكون فاستر. هلا نيجي شوي على حاله الاندر دامبنج. حاله الاندر دامبنج هي ايش؟ لما يكون زيت اقل من واحد زي ما حكينا هو بيكون اوسيليشنز، فهو بيشبه شوي الساينوسويدال، رسمته بتكون بهاي الطريقه. لو انا بدي اخذ انا في عندي ستيب فانكشن بقيمه واحد، فانا ايش راح تكون الالتيميت فاليو عندي الواحد. بناخذ شويه خصائص بس لها علاقه بالاندر دامبنج وبوجدها بس لما يكون انا في عندي اندر دامبنج. اول شيء الاوفر شوت، الاوفر شوت هي ايش؟ بتعبر لي عن عن انه كم السيستم ابتعد عن الالتيميت فاليو، يعني كم الماكسيموم فاليو اللي وصلها بعد الالتيميت فاليو، انه هي الحاله الوحيده اللي بيطلع فيها هو عن الالتيميت فاليو، لكن بالحالات الثانيه ما بيطلع عن الالتيميت فاليو. فعشان هيك الاوفر شوت هو خاص بس بالاندر دامينج لما انا يكون في عندي ستيب فانكشن. فايش قانون هي ايش؟ عباره عن نسبه اي على بي، التغير بالنسبه للالتيميت فاليو على الالتيميت فاليو الاصليه. فايش قانونها؟ اي على بي اذا كان معطينيهم كارقام، واذا ما كان معطينيهم كارقام لها قانون، هي ايش؟ عباره عن اكسبوننشال لماينس باي زيتا على جذر واحد ماينس زيتا سكوير. فاذا ايش انا بحتاج قيمه زيتا حتى اوجدها، او ايش احتاج قيم اي وبي الالتيميت فاليو وكم الماكسيموم فاليو اللي وصل لي اياها. هاي بالنسبه للاوفر شوت، هي بتساعد عشان انا اعرف كيف بدي ارسم الريسبونس تاعي.
هلا الخاصية الثانية اللي هي ايش؟ الديكيراشيو. هلا الديكيراشيو اللي هي ايش؟ معناها معدل الانحدار. هي ايش؟ انا بوجدها انه انا بدي اشوف الريسبونس كيف قاعد بقل او بزيد، فانا ايش بدي اشوف بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين كم افرق حجمهم او طولهم. يعني هاي كان ايش؟ بعلى عن الالتيميت فاليو بقيمه ايه، هون صار بقيمه سي، معناها هو ايش؟ قاعد بقل مع الوقت. فهي عباره عن نسبه سي على ايه، او الها ايش؟ قانون اكسبوننشال ايش؟ ماينس 2 باي زيتا على جذر 1 ماينس زيتا سكوير. هو بيشبه الاوفر شوت بس ايش؟ في عندي اثنين، معناها انه الدكي ريشيو هو عباره عن الاوفر شوت سكوير. المفروض ان هالقوانين تكونوا حافظينها اسهل، انها بتسهل بالحل، تكون اسرع ان انتم تكونوا حافظينها. هلا لازم ننتبه على اهم 3 ملاحظات، انه اذا كانت زيتا اقل من 1، يعني انا في عندي اندر دامبنج، معناها انه الريسبونس قاعد بيطلع عن الاكس، بيطلع يعني ايش؟ بيطلع عن الالتيميت فاليو، بصير اعلى منها. اذا كانت زيتا اكبر من 1 بيكون الريسبونس كثير سلو، ممكن اصلا ما يوصل للالتيميت فاليو. واذا كانت زيتا 1 فهو بيكون فاستر، بس ما بيكون في عندي اسهل، عشان ممكن هو يوصل للالتيميت فاليو بس ما بقطعها مثل الحالة اللي فوق. هلا اللي بعديه اللي هو ايش؟ الريست تايم. الريست تايم هو ايش؟ هو الوقت اللي انا بحتاجه حتى اوصل اول مره للالتيميت فاليو، يعني لما تكون واي تساوي 0 متى التايم اللي انا بقدر اوصل للالتيميت فاليو، يعني هذا الوقت، هذا الوقت اللي انا ما اول مره وصلت فيه الالتيميت فاليو، حتى لو بعدين رجعت طلعت ونزلت عنها، متى اول وقت وصلت لها، هذا بسميه الريست تايم. بالعاده كل ما زادت زيتا بيكون الريست تايم اطول، لانه بكون انا بدي وقت اطول حتى اوصل الالتيميت فاليو. فمشان هيك لما تكون زيتا اقل من 1 بكون الوقت كثير بطيء، لانه هو ايش؟ اوسيليشن. هلا الريسبونس تايم هو التايم اللي بيحتاجه الريسبونس حتى ينتهي او حتى يصير ستيد ستيت تقريبا، يعني يصير تقريبا بحدود الالتيميت فاليو او ايش؟ وذن 5%، يعني ممكن اقل منها اكثر منها بال5%. فلما تقريبا يبلش يثبت السيستم هون يعني زي هيك، هذا ايش؟ ريسبونس تايم، يعني تقريبا انه السيستم ثبت لما يصير ريمايند يثبت عندها. اخر واحد اللي هو ايش؟ البيريود اوف اوسيليشنز. البيريود اوف اوسيليشن هي ايش؟ بيك بيك تو بيك بيريود، المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، هاي بسميها تي. هلأ هاي إلها علاقة بالفريكوانسي بالتردد، فهي عبارة عن واحد على الفريكوانسي واحد على التردد، اللي هي قاينها 2 باي على أوميجا، حيث أوميجا هاي قانونها. لكن ممكن إيش؟ أنا مباشر أكتب القانون اللي هو إيش؟ 2 باي تاو على جذر 1 ماينس زيتا سكوير. فأنا صح بحتاج زيتا بس كمان بحتاج تاو، هذا اللي بفرق بالبريود أوف أوسيليشنز. هلا في عندي حاله خاصه بالبيريود اوف اوسيليشن، انه اذا كانت زيتا تساوي 0، زيتا كانت 0 صح اقل من 1 بس هي كانت 0. هلا بهاي الحاله راح يكون انا شوف في عندي الاوميجا 1 على تاو، فالبيريود اوف اوسيليشن صارت 2 باي تاو، حكينا انه تاو كونستانت، فبالتالي انا صار في عندي صح اوسيليشن بس وذ كونستانت بيريود، معناها انا زي كاني قاعد ايش بعرف البيور ساين فانكشن، كاننا في عندي بس ساين عادي انا قاعد برسمه. حتى لو بدي ارجع اعوض بالاوفر شوت راح يطلع في عندي A تساوي B، يعني انا في عندي هاي المسافة هي نفس هاي المسافة، فانا بحصل على بيور فانكشن بسميه نورمال اوسيليشنز. هاي ايش؟ بس سبيشال كيس، حالة خاصة. هلا لو انا ما كان في عندي ستيب فانكشن، ناخذ مثال ان انا كان في عندي امبلس ريسبونس. الامبلس ريسبونس احنا بنعرف اللي هو ايش؟ دلتا. هلا الدلتا الاكسبوننشال تاعها 1، فانا لو بدي اطلع الواي اوف اس راح يعطيني نفس السكند. هلا لو بدي اعوض الـ3 حالات اللي هي الاوفر دامبنج والكريتيكال والاندر، رح يعطوني هاي العلاقه بعد انا طبعا اكيد ما اوجد اللابلاس انفرس واحاول ابسطها. في عندي رح نشوف انه بكل حالات انا في عندي اكسبوننشالي، بس بالكريتيكال ما في عندي ساينوسويدال، هذا الاشي بيشبه اللي قبل. بالاندر دامبنج في عندي ساين، بالاوفر دامبنج في عندي ايش؟ ساين كمان، وفي عندي تي. فهاي بتخلي الرسم شوي غريب لما انا دي ارسمها، فبيكون انا في عندي اعلى اشي بس لما انا يكون في عندي ذات اقل من 1، اوكي صار في عندي اوسيليشن واضح. لما تكون ذات تساوي 1 في عندي اكسبوننشالي، ولما تكون ذات اكبر من 1 كمان الرسمة قريبة على الاوسيليشن. لكن اللي بميز الامبلس انه هو دائما ريتيرنز للزيرو، دائما ايش؟ ممكن تطلع توصل لقيمة عالية بس ايش؟ لازم ترجع للزيرو. هذا اهم اشي بميز الامبلس، في عندي ماكسيموم فاليو حسب قيمة الزيتا بس برجع للزيرو، فبالتالي انا ما في عندي اوفر شوت، لان ما في عندي A على B، ما في عندي اوفر شوت. هلا لو بدنا ناخذ اكزامبل، انه بحكي لك ان انا كان في عندي ستيب تشينج تغير من
اكيد بريشر رح يكون ستيبتشر لانه الانبوت عندي بريشر تغير من 15 ل 31 بي اس اي، ومعطيني ايش الريسبونس جاهزه، معطيني القيم عليها، فرح يكون التطبيق اسهل. لو كان طالب الجينز، الجينز بما انه انا في عندي الانبوت بريشر والاوتبوت ليفل اتش، فاكيد ما راح يكون الجين واحد، فالتغير بالاوتبوت تغير بالبريشر على التغير بالانبوت. البريشر هو معطيني اياه تغير اللي هو ايش 31 ناقص 15، والاوتبوت هاي هم باينه عندي لما اوصل اخر شيء للريسبونس تبعت عنده كان ايش 11.2، هو بالبدايه كان ايش 8، بطرحهم من بعض بعطيني الجين. اذا بدي اوجد الاوفر شوت اللي هي ايش اي تو بي ريشيو 12.7 ناقص 11.2 على ايش 11.2 ناقص 8 اي اوفر بي، هاي طلعت الاوفر شوت. لو بدي اعوض بقانونها الثاني مشان اطلع قيمة زيتا، كل المعطيات معي ما عدا زيتا، فبطلع قيمة زيتا. بدي كمان تاو مشان اطلع الريسبونس كامل، ايش القانون الوحيد اللي فيه تاو هو ايش period of oscillation، هو معطيني اياها 2.3، بعوض بقانونها كل شيء موجود معي وزيتا اوجدتها قبل، فانا بطلع تاو بعدين ايش بحط الريسبونس كي موجودة عندي، هاي اوجدت تاو سكوير وتو تاو في زيتا وجدت، فصار ايش في عندي ريسبونس جاهز. هلا لو بدنا ناخذ اكزامبل ثاني، انه انا في عندي ستيب تشينج للواي بماجنتيود مقداره 4 ومعطيني انه الريسبونس هيك شكله، فهو ايش بده ان انا اطلع اكثر من اشي، في انه مثلا بده البيرسنت الاوفر شوت والريس تايب والماكسيمم فاليو، بده الالتيميتس فاليو، وبده البيريود اوف اسيليشن. هلا لو نشوف شوي على شكل السكند اوردر، حكينا انه هاي شو لازم تكون واحد، فبالتالي انا بدي اضبطها بحيث ايش تكون تعطيني واحد، فراح تصير بهذا الشكل اللي هي الواي اوف اس اوفر اكس اوف اس، ايش راح تعطيني انا ايش بدي اقسم على الاربعة مشان ايش تصير واحد. عشرة اوفر اربعة على واحد على اربعة اس سكوير زائد 1.6 على اربعة اس زائد واحد. هلا هيك انا حصلتها واحد، فهسه ايش بدي ارجع بس اكتبها بشكل افضل مشان اطلع القيم. فهي هيك تقريبا. هلا ايش انا بدي اطلع تاو، في عندي تاو سكوير هي عبارة عن 0.25، فاذا تاو شو راح تكون 0.5، وزيتا في عندي 2 تاو زيتا كلهم 0.4، فاذا شو راح تطلع في عندي زيتا 0.4، لانه التاو في عندي نصدر بها باثنين فبصير واحد، فبتطلع زيتا كم 4. هلا لو بدي اطلع الاوفر شوت، اول اشي بده ايش الاوفر شوت، بعوض بالقانون مباشرة، هي عبارة عن اكسبوننشال لماينس باي في زيتا على جذر 1 ماينس زيتا سكوير، فبعوضهم كلياتهم في 0.4 على جذر 1 ماينس 0.4 سكوير، فبتطلع تقريبا يعني انا شو في عندي 25.4%، يعني تقريبا انا بطلع عن الالتيميت فاليو ب 25% بس، يعني مش كثير. هلا بده اوجد الريست تايم. الريست تايم هو اول مره وصلت للالتيميت فاليو، يعني الواي اوف تي بدي اعوضها التيميت فاليو عشان اطلع التايم، فبالتالي انا بحتاج اوجد الالتيميت فاليو بالبدايه، فراح اوجد المطلوب الثالث بعدين ايش عفوا المطلوب الرابع، بعدين راح نرجع للريست تايم، لانه انا ايش راح احتاج في الالتيميت فاليو. فلما انا بدي اوجد الالتيميت فاليو، هي زي ما حكينا هي عباره عن الواي للانفينيت، هي الواي ultimate value. كيف بطلع الواي ultimate؟ هي ايش عبارة عن الليمت لما اس للزيرو، اكيد بنتذكر هذا القانون. فايش بدي اعوض الريسبونس الموجود عندي انا، بما انه انا في عندي step function بقيمة 4، مش حكاية انا في عندي step function بقيمة 4، فالاكس اوف اس شو راح تكون 4 على اس، لانه الاكس اوف تي شو راح تكون تساوي 4 يو اوف تي،
فاذا شو راح تصفي؟ 4 over s في 10 على 4 في الريسبونس نفسه 4 مع 4 بتروح، عوض الاس 0 فايش راح تصفي؟ هي 10 على 1 وتساوي 10. هاي قيمة الالتيميت فاليو. هلأ هاد بما انه اوفر شوت معناها اندر دامبينج، فايش راح تكون الواي اوف تي؟ وتسجدها حسب قانون الاوفر، عفوا الاوفر دامبينج تكون هي ايش؟ على تاو، وفي عندي ساين كل موجود معي، زيتا معي، وهذا كلها بدي اساوي ايش؟ بعشرة اللي هي الالتيميت فاليو، زيتا معي وتاو معي، فبعوضهم كلهم، ايش بضل في عندي مجهول؟ بس التايم، فبوجد قيمة التايم، بساويها بالعشرة فبوجد ايش؟ قيمة التايم. هلا هيك انا طلعت المطلوب الثالث اللي هو ايش؟ الالتيميت فاليو، طلعت الريست تايم والبيرد اوف اسيليشن. هلا الماكسيموم فاليو للواي اوف تي، هلا الماكسيموم فاليو هي ايش؟ هي عبارة عن الالتيميت فاليو زائد ايش؟ الارتفاع اللي ارتفعته اللي هو ايه؟ ما هيك؟ طب هلا الواي التيميت زائد ايه هي ايش؟ هي عبارة عن الاوفر شوت مضروب ببي، بي شو هي؟ هي نفسها الالتيميت فاليو، لانه ايش؟ الاوفر شوت هو عبارة عن ايش؟ عن ايه اوفر بي. فالالتيميت فاليو ايش؟ عشرة زائد الاوفرشوت انا كم اوجدته؟ 0.254 في بي قديش؟ 10 اللي هو ايش؟ قيمة الالتيميت فاليو، ما هي بي هي نفسها الالتيميت فاليو، فاذا ايش بطلعها؟ بتطلع 2.54 تقريبا. هاي ايش الماكسيمم فاليو؟ اكثر قيمة راح يوصلها اللي هي 12.54، ما راح يوصل اعلى منها. هلا اخر مطلوب اللي هو ايش؟ البيريود اوف اسيليشن. البيريود اوف اسيليشن اللي هو ايش؟ قانونها تطبيق مباشر 2 باي في تاو على جذر 1 ماينس زيتا سكوير، كل موجود معاي وتاو اوجدتها وزيتا معاي، تطلع تقريبا 3.43، يعني بين كل بيك وبيك في عندي 3.43 وحدة. هلا هاي اهم الافكار اللي بتشابتر 7 تقريبا، هيك سكند اوردر خالص. يعطيكم العافية.